يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. معقولة فقراتنا لهيدا اليوم اللي اخترناها للحديث عن عادات الشهر الكريم، قد ايه مهم دائما نعيد هيدا الموضوع ونكرر هيدا الموضوع لحتى تبقى هيدي العادات راسخة، ان كان اذا بدنا نذكر عادات اجدادنا وننقلها لاولادنا بالمستقبل. بيسعدنا يكون معنا بالاستديو الكاتب ياسر متوج لنحكي اكثر بتفاصيل هيدا الموضوع وشو فرقت العادات بين القديم وحاليا. يسعد صباحك واهلا وسهلا بحضرتك. صباح خير معطر ببركات رمضان إن شاء الله، شهر رمضان عاد الله عليك وعلى سيدي المذيعة وعلى المشاهدين وكل المتابعين. صباح الخير. سعد صباحك ورمضان كريم. عم نحكي نحن عن العادات والتقاليد وقديه رمضان اختلف من ايام زمان وهلا. لو نرجع شوي بالذاكره مع حضرتك استاذ ياسر، يعني من قبل لما كنت صغير كيف كانت هيدي العادات؟ اذا بتتذكر هيك طقوس معينه او عادات معينه خلينا نقول. حقيقة الأمر في الجوهر لم يختلف كثيرا من حيث الاستعداد النفسي. فيما مضى كان يبدأ الاستعداد لرمضان قبل 10 أيام، أسبوع، أسبوعين. يظهر هذا جليا على الأم التي تذهب إلى الأسواق لتحضر ما تحتاجه من مؤونة، سواء لمائدة الإفطار أو مائدة السحور. ونحن كنا نرقبها ونتبعها، ننتظر ما يقولونه عن الهلال، ظهور الهلال، غدا يثبت رمضان، لا في اليوم التالي، وهكذا. فتبدأ هذه الاستعدادات النفسية ليبدأ إعلان البدء بشهر رمضان المبارك. الناس كلهم في حالة صيام أو جلهم إلا ما ندر، إن كان هناك ما يمنع من ذلك. نعيش الحياة اليومية العادية الطبيعية إلى ما بعد الظهر أو قبل حين المغرب قبل الإفطار. تبدأ الناس بالعودة إلى بيوتها، تبدأ ست البيت بإحضار، تكون بدأت في إعداد الطبيخ للعائلة، خصوصا إن كانت كبيرة ستختار، ستقدر الحجم. يساعدها في ذلك الكنة أو البنت الجديدة أو بناتها. يجهزنا المأكولات وتستعد العائلة لتناول الإفطار في شهر رمضان. بعد تناول الإفطار تكون هناك تجهيز الحلويات للمشروبات لكل ما أعدته العائلة وبأنواعها المختلفة، وتبدأ بعدها سهرات ربما المرح والغناء والحزازير، كل ما يسعد هذه الأسرة، وهكذا حتى وقت السحور لربما ينام قسم من العائلة ويبقى البعض، وهكذا تتجاذب أطراف السهرات لوقت السحور. يعني إيه للسحور كل الليل سهرانين، ليس بالضرورة البعض ينام، بعض العادات يعني بعض طبعاً. بعض الأيام يمكن حسب أيضا بحسب نسبة الضيوف، بحسب الحالة التي تعيشينها، كله بحسب الموقف الذي يحصل وقت ذلك. ذكرت نقطة كتير مهمة أنه الجوهر بعده موجود، يعني الحالة الروحانية بعدها موجودة لهيدا الشهر الكريم. دائما في إحساس بالآخرين ودائما في خلينا نقول تكاتف بين الناس لحتى يساعدوا الفقير بهيدا اليوم، كونه هو شهر إحساس كمان بالناس اللي ممكن تنحرم من أشياء معينة بهيدا الشهر. نحكي عن هيدا الحالة والتكافل الاجتماعي بهديك الأيام. هذا سؤال مهم حقيقة الأمر، لأن رمضان وفي شهر رمضان لديك فسحة واسعة، إما مع الله سبحانه فأنت مرحب بك في هذا الشهر، أو فسحة من الوقت الزائل تقضينه مع العائلة أو مع الجيران أو مع الأقارب. هذا يظهر الإحساس بالفقير ليس فقط من حالة الصيام الامتناع عن المأكل والمشرب، ولكن في العادات الاجتماعية تظهر جليا كما يسمى، يقال لها السكبة. السكبة شيء جميل جدا. أنت لديك نوع معين من الطبيخ من المأكولات، لنفرض المحاشي. الأم هي التي تقدر الحجم، ترينها تحضر عدة أطباق بحجوم مختلفة، هذا الطبق لأم محمد وهذا الطبق لأم علي وذاك الطبق لأم زيد وهكذا. في المكان الآن بالقرب أيضا منها لديك جارة أخرى أيضا تحضر السكبة، لتجتمع عندك مجموعة من السكبات
تذهب إلى هذا البيت أو ذا، لأن الشخص الميسور الحال يتناول الإفطار كأي شخص عادي لا يستطيع أن يشتري أو يجهز هذه الأنواع. لربما يقول لذاته أنا وأبو فلان مثلا الغني أو الميسور الحال نتناول الإفطار سوية، يظن أنه سوية مع من نفس الأطباق. إذا أرسلت لك جارتك هذه طبقا من المحاشي وأخرى من الكبة وتلك من اليبرق، فأنت أصبح لديك مائدة عامرة بكل الأطايب. هذا الأمر يلغي الفارق المادي بين هذا الشخص وذاك، بالتأكيد يعود بالرضا على الجانبين. الفقير لم يعد يشعر هناك أن قلب جاري قاسي أو أنه يحبني، نعم نظر بحالتي، عرف حالتي. والغني يشعر أيضا بالتواضع، بنوع من التواضع، يشعر بالقيمة التي منحها الله إياها، أنه شعر بهذا الفقير وسببت له السعادة، والسعادة مفهوم إلهي حقيقة الأمر لا يجيده الكثير. فهذا الأمر ألغى الفوارق الاجتماعية بين الناس، مما يسبب المحبة والتواضع ويلغي العجرفة ما بينهم، يقربهم من بعض، إحساسهم من بعض، والكل يقرب من المساحة التي ذكرتها، هي المساحة الرحبة مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور كانت تسبب تلاحم في المجتمع لدينا نحن هنا. نعم، يعني أعتقد لسه هذه القصص موجودة لحد الآن يمكن، ولكن إحنا لما نكون بين الناس بنسأل عن السكبة بيقولوا في بعض المناطق إنه لسه هذه العادة موجودة، بمناطق أخرى إنه لا يا ريت لو ترجع هذه القصص مرة تانية. فهون لما نحن بنجي نشوف المقارنة بين قبل وهلأ عم نلاقي في فوارق إلى حد ما باستمرار هذه العادات والتقاليد. حقيقة الأمر هي مستمرة ولكن بوتيرة أخف. الآن سنرى ما الذي طرأ عليها، ما الذي تغير فيها. هي موجودة في كافة بيئاتنا ولكن بكميات أقل، كون الآن في ارتفاع الأسعار. الذي طرأ عليها أن الشخص الفقير لم يعد يعترف، أو المحتاج، لا نقول نحن فقير، الفقير من ملك قوت يومه فليس بفقير. الشخص المحتاج يشعر بالكرامة، يشعر ربما أن جاره قد أرسله هذه السكبة أنه من باب أنه يعطف عليه أو من باب الشفقة، لا يريد الاعتراف أنه يحتاج، فربما يرفض. أو ست البيت حتى لا تطعم أطفالها من هذه السكبة، إضافة إلى الأمور الطبية اللي ربما نقول أن جارتي لا تطبخ جيدا. وهنا أعادتني الذاكرة إلى سكبة، أن يمكنها أن نعرف الطعوم الشخصيات من خلال الطعوم والأذواق. لكن حقيقة الأمر أنها ما زالت موجودة، خففت فعلا، خففت من الألفة. أنا أتمنى أن نقوم بها وندعو إلى هذا الأمر. هذا الأمر يظهر في الأعياد كما قلنا أو في شهر رمضان. لو حاولنا زيادة هذا الأمر لربما بتبرع بعمل خيري، هذا يختلف عن مائدة الإفطار تماما. مائدة الإفطار فيها برأيي كرأي شخصي فيها نوع من الإسراف أو من نوع من الظهور. إن أنا حضرت إلى مائدة الإفطار لربما يراني سين من الناس أو زيد من الناس يقول أنني محتاج أو أنني لا أتناول ما يكفيني من الطعام، فيها نوع من الإحراج. وأنت تعرفين أن مواطننا في المجتمع لدينا هون يعتز بكرامته، فهو سوري اسم على مسمى. لكن نتمنى أو لو تكون شبه مخفية مساء، معظمها تكون السكبة في العشاء، لأن الليل هو ما يخفي الآلام، ما يخفي الأوجاع، والحديث يطول عن هذه القصة. لكن السكبة هي عادة جميلة جدا. هيك كانت العادة من قبل أنه تكون على وقت الإفطار تكون السكبة تحديدا بعد أول الإفطار، يعني بالليل قبل الإفطار. قبل الإفطار، قبل الإفطار تكون لسه يعني بلشت تعتم. نعم. الدنيا هذه السيدة تجهز مائدة الإفطار، مع أن ينضج الطعام مباشرة تقوم بتوزيعه على جار، لأن الجارة أيضا هي تحضر مائدة الإفطار. فيكون عندما تأتين تصلين إلى مائدة الإفطار وتجلسين يكون الطعام قد جهز تماما على المائدة. هذه العادة ليست مختصة فقط في شهر رمضان، بل هي موجودة من قبل وعلى مدار الأيام.
أنت جارة تشعرين بجارتك فترسلين لها طبقا وإن كنت على خلاف. هذه السكبة هي صلة الوصل، هي التي كانت تلغي كل الخلافات والنزاعات بين الأشخاص. لنضرب مثلا، أنا وإياك على خلاف ما، أنا وإياك جيران وأنا وإياك على خلاف ما، لربما أنا جهزت الحبوبية أو طنجرة من المحشي، تمام؟ لا تقوم ست البيت بطبيخ المحاشي يوميا أو على فترات، فأنت تشعرين بجارتك. أنا وإياك على خلاف، أحضر سكبة جات كما يقول أو صحن من المحاشي وأذهب إلى بيتك، أقرع الباب، يفتح لي الباب لكن لا ألقي التحية لأني أنا زعل منك، فأذهب مباشرة إلى المطبخ أو إلى الصوان إلى مكان الجلوس، فأضع الصحن أو ما أحضره على الطاولة على المنضدة أيا كان أو على كرسي وأذهب. طبعا أنا زعل منك ولا كي لا أحرجك، ربما أنت تذهبين أو إلى مكان ما أو تتجاهلين هذا الأمر، أذهب أنا تأخذين أنت الطبق وتطعمينه لأطفالك سواء كان على مائدة الإفطار أو في العادة الأخرى. في المقابل أنت لا تقبلينها هكذا وتريدين الحديث مع جارتي، فتملئين في اليوم السالي بنوع آخر من الطبيخ، من اليبرق مثلا أو فواكه أو حلويات، أنت لا تريدين الصحن فارغا ولا يجوز، هذه العادة مستمرة في مجتمعنا حتى الآن، صح؟ حتى الآن، فتملئينه بمادة أخرى وتذهبين تقرعين الباب وتدخلين دون إلقاء التحية وتضعين الصحن وتذهبين. هذه المحبة، يعني هذا المقصود، أن أعلى درجات الخلاف كانت بين الجار والجارة أو بين القريب ما كانت أنك لا تلقي التحية، فهذا صلة وصل في أي موقف كان، في ولو كان صغيرا، ابتسامة في اليوم التالي، أو تقولين أن اليبرق كان مالحا فتبتسم جارتك ويزول الخلاف ويزول النزاع، فأنت تعودين. هكذا كانت العادات فيما مضى وما زالت مستمرة حتى الآن، ولكن بوتيرة كما قلنا أخف من قبل. أتمنى على الجميع لو نصعد من وتيرة هذا الأمر، لأنه يلقي بظلال المحبة والألفة بين الناس وفي بين أفراد مجتمعنا. تماما، كتير حلو. يعني نحن عم نتذكر عادات جميلة بعدنا محافظين على قسم منها، قدامهم دائما نكرسها لهذه العادات قدام أطفالنا ونذكرهم بعادات الشهر الكريم، الأكلات الخاصة بهذا الشهر يتعلقوا فيه يعني بوجود هذا الشهر، إن كان المشروبات الخاصة أو الأكلات الخاصة. وشفنا هلأ يمكن كتير عم بيجدد من أكلات الشهر الكريم، عم نشوف المعروك بكتير أشكال وبكتير طعمات الأطفال عم بيحبوها، فعم بيربطوها دائما بالشهر الكريم وأهمية هيدا الشهر الكريم لإلهم بوجود هيك قصص. حقيقة الأمر سؤال مهم جدا، الجيل والعادات وهذا الأمر. الأكلات التي نتحدث عنها أو ذكرناها هي موجودة ولم تنقطع، ولا يوجد طعام خاص تحديدا في شهر رمضان، ست البيت تدرك تماما، لكن في شهر رمضان المبارك يتم التركيز عليها لربما ازدياد عدد أفراد المتناولين للطعام، العائلة والأقارب، يحتم على الأم أو ربة المنزل أن تطبخ نوعا من الطعام أكثر حجما كالمحاشي مثلا أو اليبرق أو الكبة، ولديها السكبة، فتختار أولا وعاء قدرا يسع هذا الأمر. يعني كانت ربما في الحالة العادية تحتاج إلى 5 كيلو من الكوسة مثلا، أما الآن تحتاج إلى 10 أو 15، بالإضافة إلى تقوم بالتوزيع. لا صار لدينا نحن هون في هذه الآونة غياب للمأكولات، ليست الرمضانية فقط بل لكل المأكولات بسبب التطور التكنولوجي، أن الطفل أو الولد لا يستطيع أن يجلس ليأكل قليلا من المحاشي، يستعين عنها ببسكويت، نوع من البسكويت أو نوع من الفاكهة والغذاء السريعة أو الهامبرجر أو البيتزا، يظنها تعاود. إن لاحظت الأم أن أولادها أحبوا هذه الطعوم التي ذكرتها، فهي لأنها في الذاكرة عندما يتذوق
الشخص منا خصوصا كان من الجيل الحديث، هذا الطعام هذا غير مألوف لدي، يجده لذيذا وجميلا وطيب الطعم والمذاق، وهو الأساس. بشرط أن تكون أن تملك الأم وقتا كافيا لتقوم بهذا الطب. لربما تضع الحجج أنها في وظيفتها في دوامها في كذا، ستبذل طاقة أكبر لتعود هذه الأجيال، لتعودها على هذه الطعوم وهي صحية أكثر من الأخرى. أيضا تسبب أنت لا تخجلين ربما من إرسال قطعة من البيتزا لجارتك، لكنك لا تخجلين أن ترسلي لها طبقا من البرغل مثلا، أو قليلا من الدجاج مع صينية بطاطا كما يقال، يعني لا تخجلي، لا تشعرين بالحرج، تجدينها أنها مميزة. عليك سؤال لنفسك، لماذا تجدين أن هذا مميز وهذا لا؟ لأن لديه أثر وقع في النفس، في نفس الآخر، يجعله يحض على أن يجعلك قريبة من هذا الشخص. الأمر الأكثر أهمية كما يقول الطبخ نفس، أن ست البيت تتعب في تحضير الطبخة، تتعب تبذل طاقة، لكن أنت عندما تشترين طعامك جاهزا من السوق لا تشعرين بالمتعة، لأن آخر هو من تعب فيها. أنت عندما تشترين شيئا من السوق لا تسألين إن كان هذا طيبا أم لا، إن كان لذيذا أم لا، ولكنك إن قمت أنت بعملية الطبيخ أول سؤال يتبادر إلى الذهن بالعامية، طيب كيف شفتوا لنا الطبخة؟ صحيح. فإذن لماذا؟ لأن ستنالين الرضا والثناء، شيء جميل جدا أن تثني على عمل الآخر وتعطيه حقه كونه تعب في تحضير هذا الأمر محبة، لأنك يعني أنت تحضرين الطعام محبة بالأسرة، محبة بالجيران، إلى ما هنالك من هذه المساحة. هي الأجواء المرافقة لإعداد الفطور هو اللي بضل بالذاكرة، سواء عند الكبار أو حتى عند الصغار. الأجيال هلأ قد الأم بتتعب لحتى تحضر هيدي السفرة حاليا، يعني عم يعني بيكون وقت الإفطار بنعرف من خلال الموبايل على وقت الأذان، أو من خلال صوت الجامع، أو حتى كمان من صوت المدفع، يعني بعد غياب أكيد هلأ عم نستمتع بهيدا الصوت اللي اشتقنا له. قديما كيف كانوا يعرفوا وقت الإفطار؟ ليس فقط وقت الإفطار حقيقة الأمر، وإنما أوقات الصلوات كلها. لو أسقطنا هذا الأمر الذي تتحدثين عنه في شعاع الزمن زمنيا، لو ابتدأنا به من لحظتنا هذه وعدنا به إلى الوراء، ستلين كيف تم الاختلاف. لدينا الآن الموبايل أو يقول جهاز الاتصالات يحدد لك أوقات الإفطار والصلاة، ليس في بلادنا فالكل في كل العالم. لو عدنا بالزمن قليلا إلى الوراء، ما الجهاز أو ما الآلة التي حل محلها؟ هي التلفاز، وكان له دور كبير في زمن التسعينيات والثمانينيات. نعود قليلا للوراء، لدينا الساعة، ساعة اليد ودرجة كثيرا هذه الهد. نعود قليلا لدينا الراديو، جهاز الراديو، حتى الراديو الصغير، راديو الجيب كذا، كثير من الناس فترة الستينيات والخمسينيات. نعود قليلا إلى الوراء، لدينا الجهاز الراديو الضخم كان مثبت كما نرى عند الحكواتي. نعود إلى الوراء أيضا نجد أن المدفع، والمدفع استخدم مدة طويلة. سابقا نحن كنا عن صغارا نقول ضرب الطوب، أي أطلق المدفع الطلقات إذانا بالإفطار، وأخذ حيزا كبيرا من الزمن، بقي سنين يحافظ على المدفع تحديدا. تمام. المدفع لم يكن قادرا على إيصال وقت الإفطار للجميع. صح. لابد أن يكون هناك أوقات أخرى. بالتأكيد المؤذن في الجامع يصل صوته إلى مدى ما، لربما سابقا كان مداه يصل أكثر من الآن، لأن لم يكن هناك ضجيج في السماء، كانت صافية تسمح للصوت بزيادة الصوت بالوصول أكثر. الآن هناك أشياء كثيرة تعطل صوت السيارات والمعامل، هناك ضجيج فصوت المؤذن هو أقل، لذلك استغنى عنه بالمكبرات الصوت ليصل إلى مسافة، إضافة إلى أن عدد الجوامع كان أقل من الآن، فلربما نعتاد عن ذلك. لو عدنا أيضا إلى الوراء، نفرض جدلا أنه لم يكن لدينا لا مدفع ولم يكن لدينا جامع مقرب ولا صوت المؤذن لا يصل إلينا، كيف ما الوسائل؟ هي نفسها وسائل لمعرفة الوقت. في الليل ربما كان في الليل أي بوقت السحر كنا نعتمد على علم الفلك،
على النجوم. أن تقول أن الميزان كان في وسط السماء. أنت لو رقبت السماء تجينا أن خط النجوم، خط المجرة درب التبانة يتجه شمال جنوب شرق شمال غرب بهذا الاتجاه ربما. مع تقدم المساء وساعات المساء ترين أن المجرة تدور يختلف، فموقع النجوم يتغير، هو نفسه علم الفلك، لكن في النهار لا نرى النجوم، نراها في الليل. فتقول جدتك، وأكيد نقلا عن جدتها وهكذا، أن الميزان كان هنا، والسورية كان هنا، ونجمة القمر وجارة القمر كانت هنا، الفرقد هناك، الدب القطبي هنا، فكان إن الفوارق قليلة. إذن النجوم كانت في الليل دليل. في النهار كانت الشمس بعد صلاة الفجر، لا يوجد صلاة حتى صلاة الظهر، هو قياس الظل. عندما يختفي ظله، أي الإنسان أو الشجرة أو المادة ليس لها ظل، هذا يعني منتصف النهار. أنت تقفين لا ظل لك، لا يمين ولا يسار ولا من الأمام ولا من الخلف، إذا انتصف النهار. ثم تبدأ تحت قياس الظل، ربما كانوا يقيسونه بالشبر، أن الآن مرت ساعة على منتصف النهار، مرت ساعتان، مرت، قد لا يكون بدقة متناهية لكنه أحد الأساليب. وإن كنت في مكان لربما بعيد وقربت ساعة الإفطار، كان الناس يرقبون غروب الشمس. الآن إلى وقت الغساء، من وقت كذا، وهذا موجود حد عليه أن الشرع الإسلامي، كيف تستطيعين أن تحددي زمن الإفطار من غروب الشمس. وإن كنت في منطقة مرتفعة، لربما في منطقة ساحلية أو من يقرب مكانها يرقب المنارة، عندما تبدأ ضوء المنارة بالظهور مع ضوء الشمس أنت لا ترينها. في أشخاص كانوا محددين هنا يراقبوا هيدي المواضيع، هم الأكثر خبرة طبعا، هم الأكثر خبرة. أن الشخص الآخر لا يراقب كي لا يتحمل المسؤولية. تماما. فالشخص الأكثر خبرة في هذا الأمر هو الذي يقول أن قرب الوقت وهكذا. الشخص الأكثر خبرة ومحبة بالسماء هو الذي يقول في النجوم. كل شخص هو الأكثر خبرة في أمر ما هو المتحدث. ولذلك أنا هناك ناس تراقب هلال رمضان ظهوره. فكان لدينا عدة وسائل، الناس كانت تعتمد إذا لم نفرض جدلا أنه لم السماء ليست صافية وهناك أمطار، ولكن لربما كان في الهواء العليل، الهواء البليل المصحب بالرطوبة، إذا حكما الآن صار وقت الإفطار أو صار الوقت ليلا، والصائم تلقائيا يمنح ذاته دقائق بعدها كي لا يأخذ ذنبا ما بأنه تناول الإفطار قبل موعده، وهكذا كانت الأمور. كثير حلوة هالإضاءة على عادات وتقاليد الشهر الكريم، ومثل ما ذكرت يمكن كان في صعوبة بأشياء معينة، ولكن جميلة وحلو الواحد دائما يستذكرها. نتشكر وجودك معنا الكاتب ياسر متوج على هيدي الإضاءة، وشكرا لك، ورمضان كريم عليك إن شاء الله. رمضان كريم لكم، أعاده الله عليكم وعلى بلادنا بالخير واليمن والبركات. أشكر استضافتكم ووجودي معكم في هذه الدقائق المعدودة. كل عام وأنتم بألف خير. وأنت بخير، وشكرا لوجودك معنا مرة ثانية. رمضان كريم. رمضان كريم.